أهلا بكم من جديد في سهرة رمضان وفي هذا الموعد الجديد للرأي الحر وفي ساعتنا الثانية. الساعة الثانية سنركز على طبعا نستمر مع غزة، إذا ما حصل أي تطور سنطلعكم عليه أولا بأول، ولكن سنركز على هذه الدول العربية التي تقاطرت لإنزال المساعدات من الجو، آخرها المغرب. اليوم انضمت إلى الدول التي تقوم بإنزال المساعدات من الجو، والمثير أيضا أن الذي أورد الخبر قبل غيره هي وسائل إعلام إسرائيلية، وحرصت على التأكيد أن العملية تمت بالتنسيق مع المحتل الصهيوني. هل في الأمر ريبة؟ هذا هو سؤالنا في ساعتنا الثانية. انضم المغرب إلى عدد من الدول التي بدأت عملية إنزال المساعدات من الجو على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، ومن بينها الأردن ومصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا. الخبر أوردته وسائل إعلام إسرائيلية في هذا وفي هذا دلالة بنظر نشطاء، وبحسب إذاعة كان العبرية فإن سلاح الجو الملكي في المغرب بدأ اليوم بإنزال مساعدات غذائية في شمال القطاع، موضحة أن 6 طائرات نقل من نوع هيروكلس محملة بالمساعدات انطلقت اليوم من المغرب باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب، حيث يفترض أنها حطت هناك من أجل التزود بالوقود، وبعد ذلك وفي حال لم تطرأ تغييرات في اللحظة الأخيرة تنطلق نحو إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة. وبحسب الإذاعة ذاتها فإن العملية المغربية تأتي بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس وبالتنسيق، وحطوا لي تحتها سطر، مع إسرائيل، وذلك بمناسبة شهر رمضان. ما شاء الله عليه المحتل، طبعا حنين في رمضان يسمح بإنزال المساعدات وهو لا يتوقف عن إسالة الدماء. بهذه الخطوة انضم المغرب إذن إلى عدد من الدول التي بدأت عملية إنزال المساعدات من الجو على قطاع غزة في الفترة الأخيرة، ومن بينها كما قلنا الأردن ومصر والإمارات وعدد من الدول الغربية الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة. للتذكير فإن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لم تنهي الحقيقة مشكلة المجاعة والجوع في القطاع، بل تزايدت أعداد الوفيات بسبب الجوع لتقارب 30 وفاة. في الأثناء أعلن صندوق تحيا مصر أمس عن إطلاق قافلة شاحنات تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، تضم أكثر من 100 شاحنة بها أكثر من 1600 طن من كافة المستلزمات الأساسية والطبية. طبعا مشكورة الحقيقة الجهود المصرية، ومشكور الجمهور المصري، هناك تبرع سخي وواسع. لكن يبقى دائما السؤال يطرح، يأتي إطلاق صندوق تحيا مصر للإغاثات إلى غزة في اليوم الأول لرمضان تنفيذا كما قيل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق المصادر المصرية. طبعا كما قلنا وصول المساعدات جميل، لكن أنه واحد يقوم بالإنزال من الجو، وواحد يسير قافلة من البر، وفي نفس الوقت ما الغاية من ذلك؟ إذا كان صندوق تحيا مصر يستطيع أن يسير قافلة برية ضخمة كما قال ويذهب بها إلى غزة وتدخل القافلة، فلماذا لا يكون شأن المغرب كذلك وشأن الأردن كذلك وباقي الدول التي تريد إيصال المساعدات؟ لماذا هذا البحث عن الجو؟ ألا يبدو ركزوا معي، ألا يبدو تسهيل مهمة المحتل لقطع القطاع على 2 أو تقسيمه على 2؟ هناك الآن طريق أعلن المحتل عن إكماله يقطع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، طريق يمتد من المستوطنات الصهيونية حتى سواحل غزة. بالتالي عندما توصل المساعدات أنت جوا وكأنك تخفف الضغوط على المحتل وتسهل عليه، بالتالي تصبح يعني إنجاز القول دولتين، دولة جنوب غزة ودولة شمال غزة. المناطق في جنوب غزة تصلها المساعدات برا، والمناطق شمال غزة تأتيها الدول المطبعة لتوصلها المساعدات حتى لا تزداد الضغوط على المحتل الصهيوني.
أنا لا أريد الحقيقة أن أقلل من الجهود الخيرة، ولكن أطرح الأسئلة كما يجب أن تطرح. دول متطبعة أيضاً تتسيد عمليات الإنزال للمساعدات من الجو وبضوء أخضر صهيوني. هل في الأمر ما يدعو للتساؤل؟ دون أن نكون سلبيين، ها؟ لأن أهالي غزة يعني أصابهم الجوع ووضع صعبة للغاية، وأعداد كما قلنا الوفيات ارتفعت بسبب الجوع إلى 30 وفاة. بالتالي يمكن القول إن الحاجة إذن لمواد الإغاثة في القطاع تدعو لطرق كل الأبواب بغض النظر عن نوايا هذا النظام أو ذاك. طيب، نعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة، الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم حمص سابقا، ينضم إلينا من الجزائر. دكتور مقري، مساء الخير ورمضانكم كريم مبارك. ما جدوى عمليات الإنزال للمساعدات من الجو بنظرك، والحال أن الجوع ما زال مستشري في شمال القطاع وحتى في وسطه، وأعداد الوفيات بسبب الجوع في ازدياد؟ تحية طيبة لك الأستاذ صالح وللمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله جميعا. في الحقيقة قبل أن نتحدث في موضوع الإنزال، لابد أن نسجل بأن هذه الأمة، بأن جيلنا للأسف الشديد يمر بحقيقة مرحلة تاريخية لا تشرفنا تماما، وستبقى وصمة عار على هذا الجيل الذي نحن جزء منه، حيث أننا نرى بشكل غريب، بشكل لم يكن يعني متوقعا، نرى إخوة لنا يموتون جوعا في غزة، نرى ذلك على المباشر، نرى كيف أصبح أهل غزة في حالة يعني هزال شديد، في حالة يعني أمراض شديدة ووضع مأساوي لا يوصف في الحقيقة. نحن نرى ذلك ونتفرج على ذلك ولا نستطيع أن نفعل شيئا، فبكل تأكيد هذا سيسجل في التاريخ، وستدرسه الأجيال بعد الأجيال، ستدرس بأنه في يوم من الأيام كان هناك شعب في فلسطين في غزة بالذات يموت جوعا، والأمة الأمة الأكثر من مليار لا تستطيع أن تفعل شيئا. بالطبع اللوم الكبير هو على الأنظمة الحاكمة، هي التي تملك الأدوات، هي التي تستطيع أن تنجد غزة، هي التي تملك الجيوش وتملك السلاح وتملك الإدارة وتملك الدبلوماسية وتملك وسائل الضغط الكثيرة. الشعوب في الحقيقة لو فتح بينها وبين غزة لأمدت غزة بما يحتاجه أكثر مما يحتاجه، بل لكانت معه في نفس الخندق في مواجهة كل هذه المخاطر. ولكن للأسف الشديد حتى نحن كشعوب وكنخب لم نستطع أن نضغط على الأنظمة لكي تغير سياساتها ولكي تقوم بواجباتها، ولم نستطع كذلك أن نعبئ بعضنا البعض يعني شعبيا لكي تظهر قوتنا حقيقة بما يجعل هؤلاء المجرمين الولايات الأمريكية المتحدة والكيان الصهيوني وحتى الأنظمة العربية تشعر بأن الأمة يقظة وأن الأمة تحية وأنها لا تقبل أبدا هذه الجريمة التاريخية الكبيرة. المثير التاريخ للأسف الشديد. نعم، المثير دكتور مقري أن في الوقت الذي تنضم فيه المغرب لعمليات إنزال المساعدات من الجو، تتحدث مصر عن تسيير قافلة برية ضخمة لإيصال المساعدات لغزة. يعني محاولة للفهم، يعني هذا تخطيط، هذا تخطيط مرتب بين الولايات الأمريكية المتحدة والكيان الصهيوني والدول المطبعة. هؤلاء جميعا قرروا تصفية القضية الفلسطينية، قرروا تدمير المقاومة بكل تفريعاتها وعلى رأسها حركة حماس والكتائب. هؤلاء قرروا هذا، هؤلاء يريدون أن هذه المرة يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يقضي على المقاومة نهائيا، وأن يعاد ترتيب غزة بأن تقسم قسمين، قسم في الشمال يسيطر عليه كلية من طرف الكيان الصهيوني، وجزء في الجنوب تتم إدارته من بإدارة فلسطينية متواطئة وموالية للكيان الصهيوني، ولكن تحت سيطرة أمنية كاملة
للكيان الصهيوني. يعني هذا المخطط هو مخطط متفق عليه مع الولايات الأمريكية المتحدة، وكذلك متفق عليه مع بعض الأنظمة العربية التي بالنسبة إليها المقاومة هي عدو مشترك، المقاومة التي تحمل مشروع التحرير، تحمل مشروع السيادة، تحمل مشروع الانتماء لهذه الأمة، الانتماء لدينها، الانتماء لقومها. يعني هذه المقاومة هي عدو بالنسبة إليهم، لأنهم طيب يعتبرونها تهديداً، لو أردنا لعروشهم. نعم، لو أردنا أن نحسن الظن دكتور مقري، واسمح لي في المقاطعة، لو أردنا أن نحسن الظن، لماذا لا نقول أن هذه الأنظمة استثمرت بين ظفرين علاقاتها مع المحتل في هذه اللحظات الصعبة والمؤلمة لإغاثة إخوانها في غزة؟ كان الأولى لها إذا كانت لها علاقات تقدير واحترام عند المحتل أن تضغط عليه لتفتح المعابر، لتفتح المعابر بشكل طبيعي حتى يستطيع أن يعيش أهل غزة ولا يبقوا هكذا بهذه الصورة، بالرغم أن في الحقيقة الجائع الذي يموت جوعا ويكاد أن يموت جوعا في الحقيقة يتلقف المواد الغذائية لكي يعيش بكل الوسائل، ولكن في الحقيقة الصورة التي نرى هي صورة محزنة، هي صورة شعب تم في الحقيقة انتهاك كل حقوقه، تم وضعه في حالة إذلال، يعني يتزاحم لكي يتلقف هذه المساعدات التي تأتيه من الجو. هذه صورة لا تليق بشقيق أن يسمح به لشقيقه، لا تليق أن نجعل أهلنا الفلسطينيين، أهلنا في غزة بهذه الصورة المشينة، بهذه الصورة المأساوية. كان على هذه الأنظمة أن تضغط على الكيان الصهيوني إن كانت تعتقد بأنه يسمع لها. هؤلاء كانوا دائما يسوقون لنا بأنهم يطبعون من أجل مصلحة القضية الفلسطينية. صحيح. ها هي الأوضاع في فلسطين، ها هي الأوضاع طوفان الأقصى، تفضحهم وتبين بأن التطبيع لا فائدة منه، بأن التطبيع لا ينفع القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. هم كانوا يسوقون لشعوبهم بأنهم يطبعون لمصلحة الفلسطينيين. أين هي مصلحة الفلسطينيين؟ لماذا لا يضغطون على الكيان الصهيوني من أجل فتح الحدود؟ يعني هل يعقل أن الحدود يعني منطقة رفح بين شعبين أخوين مسلمين عربيين يتصرف فيهم دولة ثالثة أخرى وهي دولة الكيان؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن جيش ضخم كبير مدجج بالسلاح كالجيش المصري يعني يعجز على أن يحمي نفسه من الكيان الصهيوني وأن ينقذ إخواننا يعني في غزة؟ يعني في الحقيقة نحن الأمور أصبحت مكشوفة وواضحة، وهذا العالم العربي والإسلامي الممتد الأطراف الموجود يعني في قارتين أو ثلاث قارات، يعني موجود يعني موجود في افريقيا وفي اسيا، وجزء منه يعني في اوروبا، يعني من المسلمين يعني في اوروبا، يعني هذه الدول، هذه الشعوب كلها لا تستطيع ان تنقذ اهل غزه. يعني هذا حق فظيع وغير متوقع، يعني وغير متوقع بالنسبه لي. طب انت دكتور مقري، نعم دكتور مقري، انت يعني شاركت في إدارة شؤون الجزائر في فترة ما، ومطلع على خفايا طريقة إدارة الحكم في بلد كبير مثل الجزائر. ما الذي يمنع بلد يعني ليس رهنا أو ليس رهينة بيد أمريكا أو فرنسا أو غيرها، لديه من الإمكانيات ما يسمح له برفع سقفه، يعني على خلاف بعض الدول الأخرى التي تتلقى المساعدات والهبات؟ ما الذي يمنع بلد مثل الجزائر مثلا أن يشكل أيضا تحالف على غرار، إذا كانت هذه الدول المطبعة الآن بين قوسين تعمل على خدمة الأجندة الصهيونية أو الأمريكية أو تنسق أو لا ندري ما هي مآربها؟ لماذا لا يكون للجزائر السبق في أن يشكل تحالف مثلا مع قطر، مع تركيا، مع العراق، مع السودان، مع ليبيا، وفرض تعديل الكفة الآن، إما أن يتوقف هذا العدوان أو سنتخذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بغزة؟ اولا للتصحيح، انا لم اساهم في اي يوم من الايام في اداره يعني شؤون البلد،
في أي يوم من الأيام، لم يكن في يوم من الأيام لم أكن وزيرا ولا مديرا ولا موجود في أي مستوى من مستويات الحكم، يعني لا أقصد يعني من خلال حركة حمص طبعا التي تشارك بين الحين والآخر هنا وهناك. أنا لما أصبحت رئيس لحركة مجتمع السلمي أنا وإخواني يعني قررنا أن نخرج من الحكومة. أنا لم أكن يعني مسؤولا أول يعني في فترة سابقة، وأنا كنت حتى يعني لما كانت الحركة في الحكومة أنا كنت أرفض ذلك منذ عهد الشيخ محفوظ نحناه وكل مواقفي. نعم هذا ما أعنيه من خلال حركتكم وليس من خلال شخصكم. نعم تفضل. صح إيه صحيح إيه بالطبع هذا التصريح مهم جدا. يعني في الحقيقة هذه الدول التي ذكرتها كلها يعني كلها كل هذه الدول هي تشتغل تحت السقف الأمريكي، يعني تعتقد بأن الدول التي ذكرتها كلها تستطيع أن تفعل شيئا خارج الإرادة الأمريكية. يعني كل الدول اليوم صارت في الحقيقة تنظر إلى المصلحة الوطنية الضيقة وتنظر إلى مصلحة النظام السياسي الأضيق، يعني ولا تنظر إلى مصلحة الأمة ومصلحة العالم العربي والإسلامي، وتعتقد بأن هذا ليس من شأنها، في حين أن هذا الكيان الصهيوني الموجود في قلب الأمة العربية هو خطر على كل الدول العربية والإسلامية. لا يوجد بلد سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان من دول الطوق أو من دول بعيدة، لا يمثل له هذا الكيان خطر. هذا الكيان زرع في قلب أمتنا لكي يتفوق على كل الدول العربية والإسلامية، ولا يسمح لأي بلد إسلامي أو عربي أن ينهض وأن يكون قويا وأن تصل قوته لتصبح يعني أكبر من هذا الكيان الصهيوني. ولذلك لو كانت هذه الأنظمة يعني تعرف مصلحتها لفكرت مثل ما تفضلت، لا ذهبت لتتحالف فيما بينها من أجل حماية أهلنا في غزة ضد هذا الكيان الصهيوني، ولا شكلوا تحالفا، لا شكلوا حلفا دوليا، ولا هددوا بأوراق الضغط يملكونها كثيرة جدا جدا، ولكنهم لم يفعلوا. لأن الضابط الوحيد في العلاقات في السياسة الخارجية لهذه الدول هي مصلحة الأنظمة بالطبع، وهم يغلفونها بمصلحة الدولة بمصلحة البلد. والحقيقة مصلحة البلد هي مناقضة كلية لمصلحة الكيان الصهيوني. أي تهدئة وأي تهاون في دعم أهلنا في فلسطين الذين في الحقيقة لا يكافحون من أجل أنفسهم فقط، يكافحون من أجل الأمة، من أجل مقدساتها، من أجل مستقبلها، في الحقيقة يعني هذا أي تهاون لهذا يناقض كلية مصلحة الدولة ويناقض كلية مصلحة الوطن. والتجارب بينت هذا مرات ومرات وستبين أكثر فأكثر. يعني هؤلاء الذين من أجل سلطانهم، من أجل حكمهم يتخلون عن القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، وتبقى القضية الفلسطينية مجرد عبارات، مجرد خطب فقط. يعني هؤلاء في الحقيقة يضعون مصالحهم ومصالح سلطتهم ومصالح دولهم في الخطر. يعني هي مسألة، بالإضافة إلى أنها مسألة مبدأ، هي مسألة ذكاء ومسألة فهم ومسألة إدراك. هم لهم في الحقيقة لا يفكرون يعني بعقول راشدة، لا يعرفون مصالحهم، لا يدركون بأن هذا الكيان خطر عليهم، بأن هذا الكيان ما دام موجود هذا الكيان فإنه خطر. يعني للعجب أن اليوم الرأي العام الغربي ينقلب رأسا على عقب ويعتبر أن الكيان الصهيوني هو خطر على البشرية. اليوم استطلاعات رأي في أمريكا خاصة عند الشباب من 18 إلى 35 سنة لا يقولون بأن الكيان الصهيوني ظالم فقط، بل يقولون بأن وجوده خطأ. يعني اليوم لما الناس يتكلموا يعني from the seat to the river، يعني هم يتحدثون بلغة جديدة جدا. يعني صحيح. يعني اليوم العالم يتيقظ، العالم الآن يتفطن، العالم الآن يدرك حتى في الغرب بأن هذا الكيان هو كيان عنصري، أن هذا الكيان كيان نازي، أن هذا الكيان هو يقوم بإبادة حقيقية. يعني الناس الآن يدركون هذا، ولكن للأسف الشديد يعني إحنا يعني في بلداننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، يعني بالرغم من أن
الكيان الصهيوني صار يعني عوراته صارت واضحة وإجرامه صار واضحا، ولكن الرغبة في حماية السلطان، الرغبة في حماية الحكم، الرغبة في هذه النظرة القطرية الضيقة للأسف الشديد يعني هي التي تمنع ذلك، وهي كما قلت لك وأكرر هي خطر على البلد، وهي خطر على الدولة، وهي خطر على الأمة، وهي خطر علينا جميعا. الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم حمص، كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر. طيب نعود للجمهور ونرجو طبعا الاختصار كالعادة. أحمد من فرنسا، مساء الخير. في صالح، يا أهلا بك، صحة رمضان مبارك لجميع، مبارك لك بالمثل أيضا. رحم الله إخواننا في غزة، اللهم ارزقهم الفردوس. أشاطر ضيفك الكريم، ما خلناش ما يقولوا ما نقولوا. أنا أتذكر أخي صالح ونقعد في الموضوع، كنت دائما نقول لك هذه الكلمة، بايدن يعني كي يقتل ويعود يقول لك ندير ميناء. النفاق الكامل، دول المطبعة كاع الشعوب نتاعهم كانت في الشارع، ولكن اليوم يزيدوا يبينوا حتى العالم باللي احنا يشوف واش راح نديروا مع غزة. لكن 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 احمد، فقط للتوضيح مرة اخرى حتى جمهوري لا يفهمني بالخطأ، يعني نحن مع ايصال الاغاثة لاهلنا في غزة وهم في امس الحاجة لها، ولكن الحديث هنا على هذه الطرق في 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 اوضاع لا تبدو مقنعة تماما. يعني عندما تقول لك مصر انا الان اسير قافلة برية ضخمة الى غزة، فلماذا تنطلق المغرب من الجو؟ كان بإمكانها أن تسير قافلة برية أيضا تنزل المساعدات في مصر وتدخل بها من المعبر وبسهولة ويسر، فلماذا الذهاب إلى الجو؟ لهذا يا أخي صالح، قال أخ مقري، لأنهم تلقوا يعني كالخط الأخضر، ويعني كانوا درسوه دقيق مع المغرب المطبع مع هذه الدول. يعني كاليوم ها كيفاش نديروا اليوم؟ سرحت لهم اسرائيل، هذه هي اعطتهم لوتوريزاسيون، اعطتهم يعني دخلوا، وانتم اللي تحطوها كذا. لا هو والاكثر من ذلك احمد، ان هذه الانزالات الجويه، ركز معي ويا ريت الجمهور اللي تبعني يركز ايضا، تتزامن مع اعلان المحتل تقسيم قطاع غزه الى قسمين عبر طريق شقه من شرق القطاع الى غربه وصولا الى البحر. صار شمال غزة منفصل عن جنوبه بطريق صهيوني، والمحتل يعلن استكمال هذا الطريق ويقول بأنه يقسم القطاع. يعني عندما يتزامن الإنزال الجوي مع إعلان المحتل تقسيم القطاع، هل في هل هناك علاقة بين الأمرين؟ نعم أخي صالح، شاطرك في الرأي، وهذا هو الهدف، وحاجة هذا هو الهدف. والحاجة الثانية اللي بغي نزيدها أخي صالح، يعني والله العلي العظيم رحنا نحس ونعرفوا واش هما الشعوب اللي بقات فوق هذا الأرض، وهم الغزيين اللي عندهم الشرف وعندهم الكلمة وعندهم الشجاعة. هل ستظن أخي صالح، هل عندك الشك في الغزاوي اليوم باللي راه يأكل ديك الماكلة وقانع؟ والله إلا راه يأكلها كيما راني نحس بها، بصح والله إلا راه كاره من عند مرنا راه جاية، كي يشوفها جاية من المغرب ولا جاية من السيسي والله إلا يأكلها حتما. سينو لو كان راه في وحدة الخاطر وكان جبر شوية إعانة من هذا الشعوب على الدول العالم، أقسم لك بالله الشعب الغزاوي غير يقول هذه الطائرات وخرجوا علينا ما ناكلوش ماكلتكم، كيفاش حتى وصلت إهانة؟ ربما من باب الضرورات تبيح المحظورات. شكرا لك أحمد، أشكرك أحمد من فرنسا. نعم، لأنه يا جماعة أعداد الشهداء بسبب الجوع ارتفعت إلى 30 وفاة، فالوضع قاسي للغاية. لكن التقسيم، الإعلان تقسيم القطاع، طبعا الشعب الفلسطيني في غزة سيفشل هذا التقسيم وسيفشل كل مآرب المحتل، وأنا على ثقة شخصيا بهذا، ولست هنا لأعبر عن رأيي، ولكن أقول عندي ثقة عالية في ذلك. ولكن نطرح السؤال، بالتزامن مع إعلان المحتل تقسيم القطاع إلى قسمين من خلال هذا الطريق الذي شقه من شرق القطاع إلى غربه، تأتي هذه الدول المطبعة ومعها بعض الدول الغربية لإنزال المساعدات من الجو. لا أريد أن أسيء الظن، ولكن أقول وكأنها تسهيل عملية التقسيم. أنت أيها المحتل، ما حبيبنا مطبعين معاك إحنا، أنت قسمت القطاع، نحن سنخفف عليك الضغط، نرسل إليهم شوية أكل من السماء وتبقى القوافل تذهب من البر
ويا دار ما دخلك شر. تبدو المسألة أمام محكمة العدل الدولية أمام بعض الدول من هنا وهناك وكأن المحتلها لطيف ما شاء الله عليه حنين سمح لهذه الدول العربية المطبعة بأن تقوم بإنزال المساعدات على شمال القطاع والجنوب أنه ما تيسر من قوافل تصل إليه وبالتالي تسهيل لمآربه وخطته الإجرامية الإرهابية ولا لا؟ لأنه إذا أنت قادر تدخل المساعدات من البر ليش رايح للجو؟ بإمكانك تدخلها من البر وتفرض على المحتل ما هو أنت حبيبك عاد مطبع معاه تفرض عليها أن تصل هذه القافلة إلى شمال القطاع. لو كان في الأمر رجولة ونصرة. عبد الله مساء الخير. عبد الله. ألو السلام عليكم دكتور صالح. وعليك السلام. يعني يا أخ صالح دعني بكل مودة ومحبة وفي إبراق يعني فلتكون الساعة الأولى لو تكرمتم يعني من الثامنة إلى التاسعة والساعة الثانية من التاسعة إلى العشرة بتوقيت لندن تكون العملية أنجع. شوف يا أخ صالح دعني أخاطب نفسي أولا ومن يستمع إلينا قل له يعني هل سيقبل الله مع أني لست شريكا لله عز وجل هل سيقبل الله صيامنا وقيامنا يعني وقراءة القرآن؟ أنا أقول لكم لا يا إخوة يا إخوة صارحوا أنفسكم يا إخواني لن ينال لن تصعد صلاتنا إلى السماء ولن ينال من صيامنا سوى الجوع والعطش والقرآن الذي نقرأه لن يتجاوز طرقينا يا إخواني هنالك حالات استشهاد في غزة بسبب الجوع 158 يوم 7 مجازر اليوم في اليوم الأول من رمضان وأنتم تأكلون يعني وتشربون وتأكلون الحلويات هنالك 67 شهيد 106 من المصابين خلال 24 ساعة الأخيرة شوف يا أخ صالح هناك شيء اسمه العلوم الأمنية العلوم الأمنية شو يقول فما نظرية النسبة والتناسب هي قاعدة إحصائية يستحيل ركزوا لو تكرمتم يا إخواني بارك الله فيكم وأوصلوا هذا إلى الشعوب العربية يستحيل لأي نظام في هذا العالم أمني أو جيشي مهما كان عدده وعداده وقوته أن يسيطر على مظاهرات تخرج في كل دولته في نفس الوقت السترات الصفراء في فرنسا كادت ستتيح بنظام ماكرون وكان سيستقيل لولا أنقذته كورونا يا أخواني اكسروا حاجز الخوف لا تخافوا اخرجوا بعد صلاة التراويح يستحيل هذه دراسات علمية هذه علوم أمنية يستحيل لأي نظام أن يسيطر عليكم يا أخي اخرجوا قفوا أمام الجوامع وسيروا في الشوارع اذهبوا إلى مقرات الحكم عندك كيف تسموها مديريات أو معتمديات أو ولايات ومش عارف كل بلد كيف تسمي هذا يا أخي اذهبوا إلى السفارات طيب يا عبد الله ما دمت أشرت إلى التظاهر هنا في بريطانيا نتظاهر أمام سفارة المحتل الصهيوني وأمام مبنى البرلمان وأمام سفارات الدنيا كلها ولا أحد يقول لك لا تتظاهر طيب ما الذي يمنع جمهورك في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في العراق أو في ليبيا أو حتى في دول الخليج أن يذهب المتظاهرون وينصبوا خيامهم أمام باب السفارة الأمريكية ويبقوا هناك حتى السحور وهكذا كل ليلة ما الذي يمنعهم من ذلك؟ الذي يمنعهم من ذلك لأن في الوعي الجمعي العربي هم يدركون ويعرفون بأن تلك الأنظمة هي أنظمة لقيتها غير شرعية لم تأتي بديمقراطية وبأنها أنظمة إرهابية وليست بأنظمة ولا سيادة لها وبأنهم نواطير وبأنهم عملاء وبأنهم خونهم وجيوشهم وبأنهم مستعدين إلى طحنهم وسحقهم يا إخواني ما تخافوش اكسروا حاجز الخوف يا إخواني لنا فرصة في هذا رمضان لا تدعوهم يسرقون منا رمضان يا إخواني اخرجوا بعد صلاة التراويح لن يستطيع أي نظام أمني مهما كان قمعي على الضرر بكم يا إخواني هنالك تقارير تكتب لهم تقارير الرؤساء هؤلاء الخونة والعملاء الذين يمكثون على نواتير سيسبيكو تكتب لهم تقارير أمنية يقولون لهم بأن أول شهيد يسقط برصاص الأمن ينتهي الدولة تنتهي مش النظام السياسي دعنا نعود يا صالح لو تكرمت يعني إلى باختصار عبد الله حتى نعطي فرصة لآخرين إلى قمة الخيانة والغدر والعملة
والمراد هو تقسيم غزة إلى ثلاثة إلى ثلاثة إلى ثلاثة يعني إلى ثلاثة مناطق. المنطقة الوسطى تكون طريق بعرض 2 كيلومتر وحزام دائري من 2.7 إلى 3 كيلومتر برا وبحرا حول غزة. ليش نظام السيسي نظام عبد الفتاح السيسي فتح المعابر الآن؟ ليش نظام أمير لن أقولها أمير المدمنين أمير المؤمنين ليش يسقط يعني في سياسة أمر فرض الأمر الواقع؟ يعني بكلمة واحدة هؤلاء المطبعون هم يساعدون المحتل ولا يساعدون غزة حتى لو ادعوا عكس ذلك، هذا ما تود قوله. هؤلاء المطبعون هم المحتل، هم ذراع من أذرع الصهيونية، وهنالك ما هو أخطر. هم الآن شفت حوالي ساعات هنالك مشروع لما يسمى بقادة العشائر أو العشائر في رفح يريدون تسليحهم بغاية تأمين المساعدات التي ستصل. أشكرك عبد الله من فرنسا. خسوا خسوا خسوا، لن يستطيعوا أن 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 يسيطروا على ضمير أي غزاوي. أهل غزة جميعا أعلنوا بأنهم واعون لمثل هذه المآرب. عفوا، أم نورة من مصر مساء الخير. أم نورة، إن إحنا وأي دولة بتحب بتساعد عشان ناس الجوعة في منتصف غزة. ليه ده بيساعدوا على التقسيم؟ مش خلاص مش هنساعد على التقسيم، مش أو في دمياتنا اللي إحنا نساعد على التقسيم. هياكلوا أهل غزة إزاي الناس اللي صايمة والناس اللي ده واللي ده؟ يعني ما فوت قدامه أنتوا حسن النية، ثم أنت حضرتك اللي هو بيقول لك مزارات أو ما يكون مظاهرات أهل غزة ولا التبرات، هو اللي بيعاد بيكلم عبدالله دوا كل يوم بدل تمن المكالمة حضرتك كل يوم يتبرع بين أهل غزة، ولا أنا غلطانة؟ وحضرتك بتقول بنطلع، أنت إزاي بتطلع قدام سفرات؟ إزاي بتطلع وأنت في الاستوديو يوميا؟ يعني بالعقل والمنطق كده يعني المفروض ايه النساء ده يشكر الناس اللي كل اي حد يساعد تشكر الناس اللي بتساعد. احنا اهم شيء اهل غزه ياكلوا، اهم شيء اطفال غزه تاكل. لا لا يا ام نوره على رسلك، يعني طبعا هذا البرنامج يتسع لك ولغيرك، يعني الاراء على اختلافها مرحب بها في هذا البرنامج. له الحق ان يعبر عن رايه عزيزتي، لانه الديمقراطيه المفقوده. اسمعيني لو سمحتي الديمقراطيه الممنوعه في بعض بلادنا العربيه نكرسها في هذا البرنامج. اذا كان هذا مش عاجبك هذا يعود لك، لكن اذا انتم عندكم راي واحد في مصر ففي هذا البرنامج عندنا اكثر من راي عزيزتي لو سمحتي. لكن سؤالي هو التالي إذا كان مصر قادرة تسير قافلة برية ضخمة لصندوق تحيا مصر وأعلنتها اليوم، فما المانع أن تتوجه كل الدول العربية من خلال البر؟ إذن لماذا الجو؟ ما أنا بقول ليه، طب ما في من البحر، مثلا في من خلال البحر حضرتك، يعني في من بأي وسيلة سكت أبو زيد اسمها كلها مزالك. المهم أهل غزة ياكلوا، المهم ما مش احنا نقعد ناكل ده وهم يعني حاطين ما فيش يعني لقمه تخش في جوفهم. كلام يعني كلام يعني كلام جميل. ما فطرتش على الفطار. اشكركم نوره. المهم اهل غزه ياكلوا. على كل حال اهل غزه على فكره لم يكونوا جوعى قبل هذا العدوان، ولكن ايضا يا ام نوره ما هو لو سمح بدخول عدد الشاحنات المطلوب يوميا وهو ما اكثر من 500 شاحنه يوميا ما كانت لحاله الجوع أن تستقر في غزة. لكن أنتم حضرتكم لا أدري بالتعاون أو بضغط من المحتل تدخلون الشاحنات بالقطارة يا سيدتي يا أم نورة، ولا أنت مش شايفة هذا الموضوع؟ ما هو أدخلوا العدد المطلوب سترين بأنه لا مجاعة في غزة. عائشة من ليبيا مساء الخير. والسلام عليكم. يا هلا بيك. أنا نبي بنكلمة بنكلمة نبي بنحضر إحنا بالنسبة للحكام هذا ما يسنا منهم ومعاش عندنا بالنسبة للحكام هذا ما ربي يعوض فيهم. بنحضر الشعوب العربية اللي يشبهوا في غزة وفي هالمكانات هذية، راهو السيل جايهم، راهو القطار جايهم، راهو حيجرفهم فرد فرد، حياكلوها اسرائيل حتزحف. طيب يا عائشه سيد عائشه، الشعب الليبي معروف بالفزعه،
وبالنخوة يبدو غادرتنا سيدة عائشة. كنت أود أن أسألها، الشعب الليبي معروف بالفزعة بالفعل ومعروف بالنصرة والحمية، أين هو الآن من حيث الحراك؟ يعني المفروض يعبي لنا الساحات مثل أيام الثورة، ساحات تكون في رمضان لا يعني لا تتوقف والرايات مرفوعة لأجل غزة، حتى ترسل رسائل لكل هذا العالم العربي النائم، يعني على الأقل ليبيا تتحرك. أحمد من الجزائر. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. دعني أرسل رسالة إلى الشعب الجزائري. تفضل. نحن أكثر من 50 مليون نسمة في الجزائر، لو خرجنا 10 مليون فقط إلى الساحات في مظاهرات سلمية لن يستطيع النظام إيقافنا. البعض يتحجج أن يقول لك يقبض علي ويضربني، خلي يا سيدي يضربني ويحتك، كم يقدر يقبضك وكم يقدر يضرب. لو كسرنا حاجز الخوف، هي مسألة خوف فقط يا أستاذ صالح. يعني بالله عليك، المواطن الغزاوي كسر. المواطن الغزاوي تأتيه أو تنهمر عليه القذائف من السماء ومن البر ومن البحر ولا يقول أني خائف، والجزائري الذي خاف ثورة عظيمة يقول الآن بأنه يخشى أن يعتقل. طيب يا سيدي اعتقلوك، شو المشكلة يعني؟ نهاية العالم. بالضبط 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 الأستاذ صالح. صحيح بالضبط الأستاذ صالح. طيب واصل رسالتك للجزائريين إذن. فضل صالح على الشعب أن يكسر حاجز الخوف ويخرج، كفانا ذلا. شكرا. شكرا لك أحمد من الجزائر. أبو الوليد من بريطانيا. كيفكم؟ يا هلا بيك صالح، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. بالله معليش، في عندي بس كم سؤال وكم ملاحظة. أول حاجة الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى إن شاء الله. أمين. والموت للخونة والمطبعين والمنبطحين هذو. يعني نبي نعرف عدد سكان مصر كم، يعني تقريبا 120 مليون أقل شوي يمكن. نعم 100 مليون يعني نقول 110. تفضل. 110 كلهم راقدين، كلهم نايمين، سبحان الله. لا يطلعوا شوف الدول الأوروبية الأجنبية كلها مظاهرات، مصر كلها. طيب برأيك أبو الوليد بالفعل، يعني لو خرج المصريون سيطلق عليهم الرصاص النظام أم ماذا بالضبط؟ يعني أي رصاص، أي رصاص يطلق؟ وين هم مش طالعين؟ يعني يعتبروا يا سيدي في مباراة للأهلي والزمالك، شوف قداش بيطلع واحد سبع الزمالك واحد سبع الأهلي، شوف قداش بيطلع رصاص. معقولة يا راجل معبر رفح عندهم جنبهم والناس تموت بالجوع والشاحنات؟ طيب أبو الوليد، ألا تحمل النخبة السياسية ربما المسؤولية والتقصير؟ لأن الحقيقة الإخوان طبعا إما في السجون أو في المهاجر. طيب باقي التيارات السياسية القومية والعربجية واليسرجية، يعني وينهم هؤلاء؟ ما شاء الله عليهم، ألسنتهم كانت يعني طويلة جدا أيام الديمقراطية، وينهم الآن؟ وينهم؟ هذا ما فيش، ما عاش فيه منهم، هذا اللي تتكلم عليه ما عاش فيه منهم نهائيا. هذم كلهم خلاص اختفوا نهائيا، ما عاش فيه. أنا نتكلم، أنت تشوف حط على أي 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 متابعة لأي شاشات في أي قناة، شوف الدول الأوروبية كيف المظاهرات، شوف في بريطانيا، شوف هولندا، شوف إيطاليا، وين الدول العربية؟ أعطيني مصر، أعطيني وينهم؟ شكرا لك أبو الوليد من بريطانيا، أشكرك. والله الشعوب العربية عاركم عار وتاريخكم هذا لن تستطيعوا تبيضه إن بقيتم على هذه الحالة. والله فلسطين وغزة تباد وانتم كل واحد يكلي في البراك، واحد يكلي لا ادري انا في المجدره، واحد يكلي في التبوله او لا ادري ماذا، ونايمين. ليس اقل من ان تتظاهروا وان تسمعوا صوتكم للانظمه في الداخل ولهذا النظام العالمي الظالم والمجرم وفي مقدمته امريكا. هذا حق وهذا يعني اسلوب حضاري، ليس دعوه للفوضى. لا، أنت تدافع عن ضحية، أنت تريد أن تتحرك لمنع جريمة، هذا عمل إنساني. إياك أن تخشى وتقول أنا والله أنا يا أخي لا أريد الفوضى، لا أريد الكذا. سيبك من هذا الكذب والنفاق الذي يقوله البعض لتكريس الهوان والذل. التظاهر الآن شرف وواجب إنساني وأخلاقي وديني، والكرة في ملعب هذه الشعوب التي تتبعني من أقصى المنطقة إلى أقصاها. أما الشعب المصري
فحان الوقت أنه ينفض غبار الخوف والمهانة. 110 ولا 120 مليون وأنتم يا صاحبي يعني والله هذا الشيخ الذي أرسل يعني رمى بحبات البرتقال إلى أخوانه في غزة والله لو وجد منه فقط مليون لملأوا الساحات والميادين. وين الشعب المصري؟ عيب. على كل حال أشكر إبراهيم بن عائشة من المغرب، وأشكر أيضا الحاج يوسف من المغرب، وأشكر أحمد علي ناشر من اليمن، ورسائل كثيرة الحقيقة. أحمد سماعي أيضا من اليمن، عبد اللطيف من المغرب، نور الدين من الجزائر، ورسائل أخرى كثيرة. أشكركم جميعا، ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. يريد طبعا هذا وقت كما قلنا نخصصه استثناء في رمضان، نعرف بأن الوقت متأخر شوي، لكن حاولنا أن, 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 أن نوجد توقيت ربما يناسب الأغلبية ولا أقول كل جمهورنا. إذا كان هناك مناشدات ربما يمكن مراجعة المسألة من قبل الجهات المعنية، ولكن على كل حال هذا توقيت كما قلت خاص برمضان، ونأمل أن يلتحق بنا المزيد من الجمهور المتابع لإثراء هذا البرنامج. نتوقف الآن مع فقرتنا الأخيرة كالعادة، مراسلو الرأي الحر. سينان من الأردن تقول لا تتوقع من العرب أي تحرك، لو كان لديهم ذرة من الإنسانية أو الرجولة أو الشرف لتحركوا منذ بداية الحرب التي لم تبقي ولم تذر. ماذا تتوقع من دول متواطئة مع المحتل تمنع مجرد الاحتجاج نصرة لغزة؟ تقول سينان من الأردن. بالفعل الدول التي تمنع الاحتجاج الحقيقة لم تعد لها أي ورقة تغطي بها عوراتها الحقيقة في ظل هذا العدوان. الرسالة التالية من أبو سالم من فلسطين يقول لو كان حكام العرب أو لو أن حكام العرب لهم نية بدعم الغزيين لما انتظروا حتى تدمير القطاع، ولو علم بايدن من شيء من قبيل الجرأة لدى مسؤولين لدعم غزة لما صرح بهذا التصريح. رازح من اليمن، رازح من اليمن يقول أين الشارع العربي؟ كيف له رؤية هذه المشاهد التي تدمي القلب والسكوت عليها بينما كل الشعوب تخرج وتتظاهر ضد المجازر الإسرائيلية وإجرام المحتل؟ عبد العزيز من موريتانيا، نحن نعلم جيدا ما يحصل في غزة، لا نحتاج توضيح بل نحتاج حلول وجهود لردع هذا الظلم، سئمنا من شعارات الاستنكار بدون فائدة. يا عبد العزيز وأنت من موريتانيا، والموريتانيين أيضا معروفين بمواقفهم الجريئة والشجاعة والرجولة، وين الشعب الموريتاني؟ نريد أيضا ميادين يعني تعج بالمتظاهرين خلال رمضان، وإن شاء الله كلامك هذا يصل إلى كل موريتاني يتابعني الآن. نختم بفريدة من المغرب، أرسلت لنا بهذا الفيديو حول أو لوقفة مشاهد لوقفة تضامنية مع المرأة الفلسطينية بمدينة غزة في مدينة مراكش المغربية، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك هذه الوقفة اليوم الجمعة في مراكش نصرة الإخواننا في غزة. تحية للمرأة الفلسطينية، تحية لإيطاليا، تحية لإيطاليا، تحية لإيطاليا، تحية نضالية للمرأة الفلسطينية، تحية نضالية للمرأة الفلسطينية، تحية نضالية للمرأة الفلسطينية، تحية نضالية للمرأة الفلسطينية، تحية نضالية للمرأة الفلسطينية. أنا أشكر فريدة على هذا الفيديو، ولكن يا ريت مرة أخرى يا فريدة لما تكون مظاهرة مثل هذه تسجلين هذا المشهد أيضا في دقيقة، ثم تسجلي دقيقة أخرى استجواب لبعض المشاركين يعطونا مواقفهم حتى نزيد من المشهد أيضا، ونوصل بعض الرسائل إلى أهلنا في غزة وإلى العالم الذي يتابعنا. يريد كلكم تستفيدوا من هذه الفقرة، عندكم هذا الرقم اللي أمامكم واتساب، وعندكم هواتفكم النقالة والكاميرا، سجل مع الناس، سجل وإرسل لي أصوات الناس، تسجل دقيقة لكن ممكن تعيد دقيقة أخرى وهكذا، ونحن نعيدكم بعرضها إذا ما يعني كانت فيها على الأقل الضوابط الحد الأدنى المطلوب.
الرقم أمامكم واتساب 044-77-627-609. أكرر الرقم، ياريت اللي تبعني يسجل، وياريت توزعوا هذا الرقم على المنتديات والمواقع المختلفة، وتضعوا حوله أيضا ملاحظة أنه هذا رقم المشاركة في برنامج الرأي الحر وفي فقرة مراسلو الرأي الحر، وهو مفتوح للجميع طبعا، لا نستثني أحد. مرة أخرى الرقم واتساب 044-77-627-609. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس الموعد الخاص برمضان. أستودعكم الله وإلى اللقاء.